إذن مشاهدينا، الوقوف على أثر التفجيرات في ساحة الطيران في بغداد على الوضع الاقتصادي للعراق، تنضم إلينا دكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان. أهلا بك معنا دكتورة هداب. عبد الرحمن، أهلا بك دكتورة هداب. يعني بحسب وكالة أمبست، فإن العراق من بين الدول الأكثر خطورة سياسيا واقتصاديا وماليا أيضا. السؤال هنا، ما هو أثر مثل هذا التقرير على سمعة العراق في سوق الاستثمارات العالمي برأيك؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد هنالك تأثير كبير هذا التقرير على الوضع الاقتصادي للعراق بشكل عام، وبالأخص على الوضع الاستثماري، لأن الوضع الاستثماري يتطلب من عندنا يعني أن يكون هنالك استقرار سياسي، وأن يكون هنالك أيضا توفر حاجة إلى الأمن. وبالتالي يعني هذا التقرير يشير إلى أنه يضع العراق ما بين الدول اللي هي أكثر خطورة في أنه الذهاب للاستثمار بالعراق، وبالتالي يعني بمعنى البيئة الاستثمارية هي غير ملائمة ولا يمكن القيام بالعملية الاستثمارية. وهذا يعني يجرنا أيضا إلى موضوع آخر، أن الميزانية الاستثمارية في 2021 لدى العراق كانت 30 مليار دولار في 2021، لو قارناها بال 2019 هي 28 مليار دولار، ولكن مع هذا في 2019 كان الوضع جيد وبالتالي لم يتحقق شيء. الآن الميزانية أكبر بقليل من 2019، ولكن هذا الوضع الاقتصادي والسياسي الغير مستتب هو الذي سيؤدي إلى حدوث مشاكل، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع البيئة الاستثمارية في العراق. نعم. بالنسبة لهذا التقرير، تقرير أمبست، في الغالب أعد قبل تفجيرات بغداد. نعم. يعني لربما هذه التفجيرات أتت لتدعم فعلا هذا التقرير. نعم. إلى أي مدى ستؤثر أيضا الفوضى الأمنية على رهانات المستثمر الأجنبي على السوق العراقي؟ وهل من حوافز حقيقية ممكن تقديمها أو من الممكن تقديمها من قبل الحكومة في بغداد؟ نعم، أتفق معك. هذا التقرير بالتأكيد هو يعني صحيح. نعم، قبل ما تحدث الأحداث الدامية يوم السابق الخميس اللي هو حدثت فيه هذه الأحداث، بالتأكيد أنه هذا التقرير أيضا من صنف العراق من دول أكثر خطورة، يعني بمعنى أنه كان الوضع لازال يعني يبشر بنوع من التوازن أو بنوع من الاستقرار والسيطرة عليه. الآن لدينا فكرة مفادها رسالتين، رسالة سياسية إلى السيد الكاظمي بأن الوضع السياسي غير مستقر وغير مستتب، وبالتالي لا تحكمون السيطرة لا على الواقع يعني الأمني ولا على العملية السياسية بمجملها، وبالتالي نحن مقبلون على انتخابات في حزيران، كذلك تأجلت إلى الشهر العاشر وإلى آخره. بين هذا وذاك كله يدل على أن وجود حالة عدم استباق بوجود أحداث يوم أمس، كان هذا دافع جدا واضح إلى أنه مهما كانت الأمور لو كانت سارت بشكلها الطبيعي والصحيح قبل هذه الأحداث، قد تكون متأرجحة نوعا ما، ولكنها قد تأخذ منحة أفضل مما هو عليه الآن. الآن نحن في وضع جدا سيء، لأن الرسالة الأخرى وهي الرسالة الاقتصادية تشير إلى أنه هذا البلد غير آمن، وبالتالي نحن جميعا نعلم أن رأس المال جبان، وبالتالي يهرب في أول عملية قد تحدث. الآن حدثت العملية وقد تحدث عمليات كثيرة بغض النظر عن من هي الجهة، سواء سلاح منفلت، سواء جماعات مسلحة، جماعات متطرفة، بغض النظر عن هذا، ولكن كان على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه الناحية، والناحية السياسية والاستقرار السياسي، خاصة أننا منذ 2017 أعلنا القضاء على كل الجماعات المتطرفة وإلى آخره. الآن وعدنا إلى نقطة البداية، فبالتالي هذا سيؤثر كثيرا في مجمل العمليات السياسية وتحديدا الاقتصادية وتحديدا الاستثمار، سواء كان منه المحلي أو الأجنبي خارجيا. نعم دكتورة هداب، يعني في ظل هذه
المعطيات التي نتحدث عنها، وكالة رويترز تقول إن حكومة الكاظمي تقدم على خطوة لربما تكون غير مسبوقة برهن النفط كما تعلمين، مما قد يسبب مزيد من الخسائر. هل هذه الإجراءات برأيك مدروسة أم هي مجرد اجتهادات؟ نعم، هي هذه الإجراءات أكيد هي إجراءات غير صحيحة، خاصة نحن في هذا الوقت، وبالتالي يعني السير في مثل هذا في مثل هذه الأمور يعني يجعلنا بأننا سنفقد الجيل المستقبل لما سنوفر لهم، وبالتالي هذه مشكلة أخرى أيضا. يعني إحنا يجب أن يكون يعني في هذه الفترة كلها منذ 2003 إلى يومنا هذا كان يجب أن يكون هنالك صندوق سيادي، كان يجب أن يكون هنالك أموال يتم استخدامها في حالة الضرورة وفي حالة الحالات الاستثنائية التي تمر بها الدولة. الذي حدث أننا عندما نذهب على مثل هذا الرهان، وبالتالي اللي هو أهم سلعة في العراق التي تعتبر مصدر رزق للعراق وللعراقيين، بالتالي سنؤثر بذلك على مجمل حياة أفراد المجتمع وعلى ما يتم الحصول عليه سواء من في المستقبل. لذلك نجد أن هنالك زعزعة وحالة تذبذب في حالات الرواتب وفي حالات حتى بما يخص رواتب المتقاعدين وإلى آخره. يعني هذه الزعزعة التي نحن هي كلها سببها هو الذهاب إلى مثل هذا الرهان، وهو رهان النفط، وبالتالي هذه العملية جدا غير سليمة، وكان الأفضل دائما البحث عن يعني أشياء مجدية أكثر، وهنالك أشياء كثيرة في العراق يمكن الاستفادة منها وتحقيق الاستدامة المالية منها دون الذهاب إلى هذا الشيء. نعم أيضا دكتورة هداب، يعني مع كل هذه المعطيات والمقدمات والسياسات التي يصفها المتخصصون بالتبذيرية حقيقة، إلا أن أسواق العراق تبدو مفتوحة بشكل كامل أمام البضائع الإيرانية ولو على حساب المنتج المحلي، هل من تفسير علمي لقرار الاستيراد رغم وجود البديل المحلي في العراق؟ نعم، يعني أيضا هذه النقطة، إذا رجعنا هنالك عقوبات على إيران، وبالتالي العقوبات تمنعها من التداول التبادل التجاري، وكذلك هنالك لديها إضافة إلى هذا إلى المشاكل الأخرى التي هي يجب أن تلتزم بها، وبالتالي عدم حصولها على العملة الأجنبية الدولار، فهي أفضل شيء لها وأقرب شيء لها هو العراق، وخاصة العراق في هذه الفترة هو جزء من إيران وليس هو دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن عملية التبادل التجاري وما تجده في العراق من بضائع إيرانية مختلفة ومتنوعة وقد تكون بعضها سيء، هذا هو جزء من مجمل العملية السياسية والاقتصادية وجزء من ملفات الفساد التي أنتم أيضا ذكرتموه في تقريركم، وبالتالي عدم القضاء على مثل هذا النوع من أنواع التعاملات التجارية بشكلها الصحيح مع الدول سواء كانت هذه الدولة مجاورة أو غير مجاورة، بالتالي سيؤدي هذا إلى حدوث كثير من المشاكل، وسوف لن تحل هذه المشاكل بشكلها السليم مهما تم اتخاذ قرار. لو بقي الواقع والحال على ما هو عليه الآن، يجب على الدولة أن تتخذ قرارات سريعة وسليمة بهذا الخصوص، وأن تبعد إيران خاصة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العراق سواء السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو أي شيء إن كان، يجب أن تبعد إيران حاليا، وبالتالي يجب أن تتم العلاقة والتعاملات معها على أساس كدولة جيران وصديقة حالها من حال بقية الدول التي يتم التعامل معها. إذن الدكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.